تحية طيبة مشاهدي الكرام، الثامنة مساء بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من التلفزة الموريتانية، نستهلها كالمعتاد بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل الممثل الخاص لرئيس الحكومة البريطانية المكلف بمنطقة الساحل، وعلاقات التعاون والأوضاع في شبه المنطقة تتصدر جدولا للمباحثات. خلال اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية يدعو الحكومة إلى تعزيز المتابعة والتسيير على مستوى القطاعات المختلفة. انطلاق قمة دول العشرين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، والأزمة في سوريا تهيمن على نقاشات رؤساء الدول والحكومات المشاركة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تنطلق اليوم بالمقطعين السابع والخامس المرحلة الرابعة من الحملة الوطنية لتشجير الحزام الأخضر لمدينة نواكشوط تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. وقد دعت الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة كافة العاملين في القطاعات الوزارية والشركاء في التنمية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وسكان العاصمة نواكشوط إلى المشاركة الواسعة في عمليات التشجير التي ستتواصل حتى 30 من شهر أكتوبر المقبل. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد ستيفن أوبراين الممثل الخاص لرئيس الحكومة البريطانية المكلف بمنطقة الساحل، وتناول اللقاء علاقات التعاون بين بلادنا والمملكة المتحدة والتطورات الحاصلة في شبه المنطقة. جرت المقابلة بحضور السيد سلكو الأحمد زيد به مدير ديوان رئيس الجمهورية، والسيد وان عبد الله إدريسا مكلف بمهمة لدى الرئاسة، وسعادة السيد كليف إدرتون سفير بريطانيا لدى بلادنا. وبعد اللقاء أدلى المسؤول البريطاني للتلفزة الموريتانية بتصريح عبر فيه عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، ما أتاح له فرصة إجراء مباحثات إيجابية للغاية، وقال إن موريتانيا وبريطانيا تربطهما علاقات قوية تتحسن باستمرار وتراعي مصالح البلدين. وأوضح أنه بحث مع السيد الرئيس الأمن والاستقرار في المنطقة بوصفه ممثلا خاصا لرئيس الحكومة البريطانية مكلفا بالساحل، كما تم بحث تطوير تبادل تجاري بين البلدين، مع التأكيد على دعم بريطانيا للجهود الإيجابية التي تبذلها موريتانيا لتعزيز الاستقرار والأمن في هذه المنطقة. هذا الاستقبال الذي خاص به رئيس الجمهورية المسؤول البريطاني، هذا الاستقبال كان اليوم في القصر الرئاسي بنواكشوط. اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم بالقصر الرئاسي في جلسته الأسبوعية العادية تحت رئاسة سيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس مشروع المرسوم التالي وصادق عليه. مشروع مرسوم يتضمن منح رخصة استقلال حصرية لحقل باند الغازي لتجمع من الشركات النفطية. يهدف مشروع المرسوم إلى منح رخصة استقلال حصرية لحقل باند للغاز لصالح تجمع الشركات النفطية الممثلة من طرف تيلو بتروليوم موريتانيا المحدودة، وبعد التذكير بأهمية التطبيق الصارم لسياسات الاستخدام المحكم لوسائل الدولة كأساس للحكم الرشيد، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى تعزيز المتابعة والتسيير على مستوى القطاعات المختلفة من خلال تطبيق التوجيهات والتعليمات المتعلقة بتقنين استخدام الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفهم. وقدم وزير شؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية والمركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بإنشاء شركة وطنية لتوزيع الأسماك على مستوى السوق المحلية. وتهدف هذه الشركة إلى تموين مراكز حضرية للمنتجات السمكية باستمرار بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين. وقدم وزير التنمية الريفية بيانا يتعلق بوضع آلية التسيير المحكم للمعدات الزراعية للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال. يقدم البيان عرضا يتعلق بتخلي الدولة عن تسيير الأدوات الزراعية والتنازل عنه لصالح المزارعين. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية.
وزارة الدولة للتدريب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، المؤسسات العمومية، جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب، الأمين العام محمد والعوى أستاذ تعليم عالي، وزارة التنمية الريفية، الإدارة المركزية، مديرية البيطرة، المدير المرابط والمكحلة دكتور بيطري، المؤسسات العمومية، المركز الوطني للبيطرة والبحوث البيطرية، المدير دومبيا بابا دكتور بيطري، مركزية التموين بالمدخلات البيطرية، المدير العام إبراهيم والطالب دكتور بيطري، وزارة المياه والصرف الصحي ديوان الوزير مكلف بمهمة منسق الخلية الوطنية لمنطقة استثمار نهر السنغال محمد المختار وللمختار مهندس دولة في المياه. وتعليقا على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان مؤتمرا صحفيا تناول خلاله بعض أعضاء الحكومة نتائج هذا الاجتماع. وقد شارك في هذا المؤتمر الصحفي وزراء الاتصال والعلاقات مع البرلمان الصيد والاقتصاد البحرية البيئة والتنمية المستدامة على التوالي السادة محمد يحيى والحرمة أغلفنا وليه وأمدي كامرة. وتناول السادة الوزراء في مداخلتهم أبرز المواضيع التي تناولها مجلس الوزراء، والتي من بينها إنشاء مؤسسة وطنية لبيع الأسماك على المستوى الوطني، والتحضيرات الجارية للحملة الوطنية الرابعة للتشجير على مستوى المقطعين الخامس والسابع على طريق نواكشوط أكجوجد. وبإمكانكم متابعة واقع هذا المستمر الصحفي كاملة بعد نهاية هذه النشرة بحول الله. استقبل الوزير الأول الدكتور مولاي محمد الأغلف اليوم بمكتبه في نواكشوط بعثة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة السيد أحمد بلحاج فرج، وتناول الحديث مجالات التعاون بين بلادنا وهذه الهيئة والتي تطال العديد من المشاريع، منها على وجه الخصوص اتفاقية في مجال المياه الصالحة للشرب ينتظر التوقيع عليها قريبا. أشار اللقاء بحضور وزيري الشؤون الاقتصادية والتنمية والمياه والصرف الصحي على التوالي سيدي ولتاه ومحمد الأمين والأبي والشيخ الحضرمي. اختتمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة من مدينة ألاك زيارتها الميدانية التي قادتها لبعض ولايات الوطن. وكانت سيدة الوزيرة قد تراست اجتماعا في مدينة تجيجة ضم السلطات الإدارية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني، وتناول حصيلة عمل قطاعها والبرامج المستقبلية. خصص الاجتماع الذي عقدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة عائشة فال بنت فرجس ببلدية تجيججة، والذي حضره العديد من الفاعلين في المجال النسوي وهيئات المجتمع المدني، خصص للتأكيد أن القطاع يعمل ضمن المهام المسندة إليه في الرفع من الظروف المعيشية للفئات الهشة من المجتمع وخلق ظروف مواتية للقيام بتلك المهمة. نختار هون نلفت نظركم على اللي قالوا قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، قطاع مسؤول عن اللي قالوا الطبقات الهشة اللي هي الطبقات كاملة الضعيفة على مستوى الوطن، وهذا يعدل على أنه يشكل العمود الفقري البرنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي كي تعرفوا اللي كي تعرفه يعطي لولوية لرجال طبقة الضعفاء. وبدوره أشاد والي تقانة السيد يحيى والشيخ محمد فال بجهود المرأة بالولاية وحضورها المتميز في العديد من مجالات الحياة، وذلك قبل توزيع مبالغ نقدية على عدد من التعاونيات النسوية وبعض الفئات الفقيرة بالولاية. وكانت السيدة الوزيرة قد أشرفت على انطلاق ورشتين للتكوين بمدينة تجيجة لصالح عدد من المربيات والعاملات بمراكز التغذية. وأكدت السيدة الوزيرة أن انطلاق هاتين الورشتين يدخل في إطار سعي القطاع إلى تأهيل وتعزيز قدرات المربيات، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للتغذية سيطال مختلف مجالات تدخل القطاع. كما قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بزيارة لروضة الأطفال بمدينة تجيجة والمقر الجديد للمنسقية، حيث تابعت عرضا عن أنشطة قطاعها بولاية تقانت، وذلك قبل أن تزور مركزا لتعليب التمور. وفي الشأن الثقافي، احتضنت مدينة العيون فعالية النسخة الأولى من مهرجان الخريف للثقافة والفنون،
وتهدف هذه التظاهرة إلى نفض الخبر عن الموروث الثقافي والسياحي لعاصمة الحوض الغربي والتعريف بأعلامها الذين ساهموا في نشر العلم والمعرفة. استدل الستار على فعاليات النسخة الأولى من مهرجان العيون للثقافة والفنون المنظم بالتزامن مع موسم الخريف لينعم الوافدون إليه بجو الخريف الذي يكسي المنطقة جمالا هذه الأيام. المهرجان كان مناسبة لتقديم العديد من شهادات التقدير لجميع المساهمين في إعداده واعترافا من لجنة التنظيم وأصحاب المبادرة للأطر وأبناء المقاطعة بما قدموه من تضحيات جسام كان لها الدور البارز في نجاح هذه النسخة. لقد حقق هذا المهرجان نجاحا كبيرا ما كان له أن يتحقق لولا الجهود القيمة التي بذلتها وزارة الثقافة تطبيقا لسياسات رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الذي جعل من أولويات برنامجه العناية بالشباب باعتباره رافعة البناء الوطني وجيل الغد وطاقة الحية في المجتمع، وهي لفتة كريمة تذكر فتشكر. لجنة التنظيم على لسان ممثليها أعربت عن شكرها للسلطات الإدارية والأطر والمنتخبين المحليين على المواكبة الدؤوبة لمختلف فقرات المهرجان. ها نحن نلتئم مرة أخرى بعد ثلاث ليال من فعاليات مهرجان الخريف للثقافة والفنون في العيون في نسخته الأولى، حيث شمل أنشطة متنوعة من ندوات ومحاضرات علمية ومسابقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم. مهرجان العيون للثقافة والفنون كان له الدور البارز في إثراء الساحة الثقافية والرياضية، وساهم كذلك في نفض الغبار عن الموروث الثقافي التليد لولاية الحوض الغربي. في إطار سلسلة التقارير التي نعدها حاليا حول مختلف جوانب الحياة العامة واهتمامات المواطنين، نتابع ليلة تقريرا عده المختار بابو الأحمد حول سوق الهواتف في نواكشوط وفرص العمل التي يوفرها للشباب. عالي لم يحالفه الحظ في الدراسة، لكنه اليوم مهندس يشار إليه بالبنان في سوق نقطة ساخنة. استطاع بذكاء وعزيمة أن يصنع من الموهبة مهنة، واستطاع بوسائله المتواضعة أن يجد لنفسه مكانا في سوق العمل. من احنا من دم يدي احنا في هاي الخدمة، وخدمة قد حد يخدم بها يعيش بها كيف هي خدمة. أي رواية خسرت لك في هذا التليفون اللي تقبض واحدة أخرى تستدل بها، إلا عاد عندك بها كوبير اللي تقبض تليفون أخرى صالح حتى تعاد تستيها يعني تعرف خسارتك من منين. خلقنا خسارة أنت ما تقدر تعدلهم، يعودوا فلاش تابعين الأورديناتير تمشي من الأورديناتير فلاش ولا تقفل تليفونك. كثيرون هم أمثال عالي من أبناء الوطن الذين أتقنوا إصلاح الهواتف وأبدعوا في تفكيكها وتركيبها، وكثيرون أولئك الذين استطاعوا رغم شح الوسائل ونقص المعدات أن ينافسوا في هذا السوق بالخبرة والدقة خريجي الجامعات التكنولوجية من أبناء الدول المصنعة لهذه الأجهزة. هذا الأجانب اللي في السوق منافسين عندهم في تخصص، وإحنا معه عندنا غير معنا مثلا مجملين وبشي في المجال ده، لكن يعدلون عدلون ولا مثلا ما في مضايقه منهم اكبر من قد، لانهم اجانب ونحن مواطنين الحمد لله، اللي يعرفون عرفوا، احيانا قاعد هم ما يعرفون عدلوا نحن. بشكل يومي يتردد الزبناء بالعشرات على هذه الورشات بحثا عن خدمات لم تتوفر فيما يبدو بالتسعيره وبالبساطه المتاحه للجميع في نقطه ساخنه. عييت نتعامل معاهم، مره نجيب تليفوني ما خاسر فيه لا شوي، يتمني تعود لي خساره اكبر من الرزاء. ومرة تعود خاسر فيها شمتين وتصلح، لا مرة وتوي عطنا مولاه نجبر واحدين يعرفوا واحدين ما يعرفوش. يعدلوا تلفونات تعدال الزين، خاصة لا الآلة كاملة تجيهم، لين تجيهم ما شاء الله قاع ما تلاعين قاع يشيلوا التلفونات ولا شيء، قد هما يصنعوهم من الرص. فيهم البعضية يعرفوا المهنة يعني قديمين فيها، وفيهم بعضية جدد فيها، فهمت؟
وبالنسبه لهون تجيب تليفون خاسره وتجيب على حد يعدل لك يعني الهاتف ان شاء الله ببساطه، وتشك انت قاعد عنه هو من نفسه ان شاء الله تابع للشركه، لانه لين يقبل تليفون يخرصها كاملها، ودائما في اكثر الحالات لا يصلحوها. تعدد شركات الاتصال في بلادنا وكثره اصناف وعينات الاجهزه الالكترونيه المستورده من الخارج عوامل عديده من بين اخرى شجعت على الاستثمار في هذا المجال، مما يؤكد ضرورة التفكير في آلية جديدة لضبط وتنظيم هذا السوق. نظم المركز العربي الإفريقي لدراسات ندوة تحت شعار الإعلام والمجتمع المدني ودورهما في مراقبة الانتخابات، وذلك بحضور العديد من الصحفيين والخبراء في مجال مراقبة الانتخابات والفاعلين في مجال المجتمع المدني. وخلال النقاشات التي شملت حيثيات الموضوع بكل تفاصيله، قدم بعض المتدخلين مقترحات بشأن العمليات الانتخابية والآليات التي تضمن مراقبتها من قبل جميع الأطراف، ودعا المتدخلون إلى خلق إطار عام يمكن المراقبين الدوليين والأحزاب المتنافسة والمجتمع المدني من الإشراف على عملية المراقبة للضمان شفافية ونزاهة نتائجها. دوليا، في هذه النشرة انطلقت أمس بمدينة سان بطرسبرغ الروسية قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتهيمن الأزمة السورية على اللقاءات الثنائية بين روسيا والدول والحكومات المشاركة، وذلك في ظل خلافات بين الدول الأعضاء بشأن توجيه ضربة عسكرية لسوريا. إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية تنادى رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين لتضارس الأوضاع الاقتصادية في العالم ودفع مجالات التعاون بين دول المجموعة التي تضم اقتصادات متقدمة وأخرى ناشئة. لكن الأزمة في سوريا وتجاذبات الأطراف الدولية بشأنها فرضت نفسها بقوة على أجندة اللقاءات المشتركة بين القادة، حيث يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى حشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، في حين حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستضيف القمة من القيام بعمل عسكري ضد سوريا، وقال إن ذلك يشكل خطرا على المنطقة برمتها. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد أكدت استعدادهما للمشاركة في عمل عسكري ضد سوريا، وكشف وزير الخارجية الأمريكي عن استعداد بعض الدول لدعم هذا التوجه دون الإفصاح عن دور ومهمة هذه الدول في عملية عسكرية محتملة على دمشق. قالت السلطات المصرية إن عبوة ناسفة انفجرت أمس بتزامن مع مرور موكب وزير الداخلية بشارع مصطفى النحاس بمدينة ناصر شرقي العاصمة القاهرة. وقد أعلنت مصادر إعلامية أن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بطاقم الحراسة وبعض المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمكان الواقعة للوقوف على ملابساتها. وأكدت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية في بيان مشترك دانتهما لمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري ونفيهما أي صلة بهذه العملية. ملان، فننتقل إلى الغرفة الرياضية وزميلة منامة محمد وجديد الملاعب هذا المساء. أهلا بكم مشاهدينا. دخل نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع مسؤولي تشيلسي للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا قبل نهاية فترة انتقالات اللاعبين الصيفية الحالية. وذكرت صحيفة دايلي ميل أن الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال يسعى لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة استعدادا للموسم الكروي الجديد. أعرب نادي شالكا الألماني عن رغبته في استعادة أسطورة كرة القدم الإسباني راول غونزاليز، ولكن بصفة السفير وليس اللاعب. واعترف رئيس نادي شالكا بأن النجم التاريخي السابق لريال مدريد يفكر بتمعن في قبول هذا المنصب. كشف النجم فرانك ريبيري لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني أنه يحلم بأن يفوز بالكرة الذهبية عن الموسم المنقضي، مؤكدا أنه يستطيع أن يظفر بها على حساب النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ونظيره المعتاد كريستيانو رونالدو بنفس ما حدث في صراع الأفضل بالقارة الأوروبية.
أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أنه سعيد للغاية بعد وصول المهاجم سامويل إيتو إلى نادي تشيلسي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى أن الكاميروني يقدم شيئا مختلفا عن المهاجمين الآخرين. وقال المدرب مورينيو: سامويل إيتو مهاجم مخضرم جدا كما يعلم الجميع، ويريد أن يصنع التاريخ مع تشيلسي. صحيح أنه تمكن من الفوز بكل شيء، ولكنه لم يفقد رغبته في الفوز والحصول على الألقاب. ختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة، شكرا على حسن المتابعة، وعودة إلى محمد لكن بعد الفاصل. شكرا لزميلة منى. وقبل تذكيري بالعناوين، أعود فأذكر بما أوردناه في هذه النشرة عن موضوع التشجير، حيث تنطلق يوم غد بحول الله بالمقطعين السابع والخامس المرحلة الرابعة من الحملة الوطنية لتشجير الحزام الأخضر لمدينة نواكشوط تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز. وقد دعت الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة كافة العاملين في القطاعات الوزارية والشركاء في التنمية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وسكان العاصمة نواكشوط إلى المشاركة الواسعة في عمليات التشجير التي ستتواصل حتى 30 من شهر أكتوبر المقبل. لم يبق لي إلا التذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا. رئيس الجمهورية استقبل الممثل الخاص لرئيس الحكومة البريطانية المكلف بمنطقة الساحل، وعلاقات التعاون والأوضاع في شبه المنطقة تتصدر جدول اللقاء. خلال اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية يدعو الحكومة إلى تعزيز المتابعة والتسيير على مستوى القطاعات المختلفة. انطلاق قمة دول العشرين في مدينة سان بطرسبرغ روسيا، والأزمة في سوريا تهيمن على نقاشات رؤساء الدول والحكومات المشاركة. نهاية النشرة عند منتصف الليل كالمعتاد، تلتقون زميلي مال عينين والمبيريك، أما أنا فألتقيكم في غرفة الأخبار بحول الله وقوته الأسبوع المقبل يوم الأربعاء في نفس الزمان والمكان. في أمان الله.